أحلى شي واحد لما يقعد من النوم يفتح عيني على الهدايا الجميلة، غنية وأحب الهدية. شكراً جلتر بيوتي وألف مبروك الافتتاح، شكراً لكم على الهدايا الجميلة. سوسو حاول تحكيني عندها صور. Thank you على الهدايا. كل هاي الماركات طبعاً موجودة عندهم، هاي الوكالات عندهم موجودة بالمحل، مكانهم اللي نزلته بالسناب. هاي كل المواد طبيعية طبعا، الأشياء الجميلة الجميلة اللذيذة. حبيت فريش، هذا سكراب. أوكي هذا قلم مال عين حبيته، اهم شيء الابيض البطن العين كلش اي لايك ات. شنو هذا البراند الجميل اللي اول مره اشوفه بالوان الحمر؟ مستحيل صوتي من ورا الايفنتات صبح وليل. باعوا الحني اي لايك ات الوان الحمر مع اقلام التحديد، ايش كذا احبها. طبعا انا استخدم التحديد اسوي حمره. الأقلام الألوان مال بطن العين جو العين فوق العين تستخدموها أكثر من مكان. بطن العين أبيض كلش أحبه، يكبر العين الصغيرة. طبعا اللي عينها صغيرة لا تخلي أسود بطن عينها، تصير صغيرة كلش. هذه شنو؟ مسكارة، خل أجرب. هاي شنو جمال يا ربي، ايش قد ناسكة وشكلها حلو كياتي. يمكن بلجر لايتر مدى أركز قاعدة من هذا الدبلاينر، مسكارة دبلاينر الدبلاينر، هذا فونديشن، مجموعة متكاملة طبعا تجنن. أنا شنو أكو؟ إيدي يا سوسو تعال فتحيلي حمرة جماله حبيت. شنو بعد الألوان؟ بس بدي أعرف شو وقت أكتفي بالمكياج. وايل بينك حبيت، شكرا جلتر بيوتي أحبكم. Thank you. باعوا هذا الاختراع الجميل، عبالي حمرة سودة اختراع تاني، طلعت كحلة تجنن. تعرفون صار ليش قد ما خلى كحلة؟ صار لي هواوي ما خلى كحلة. هسه رجع موديل كل الكحول وال كل سوالف الستينات، سعاد حسني وجرة الايلاينر والكحول. زين سوسو ساعدينا تعالي افتحي. اوكي شغل شي بين ما تفتحين، يعني ايش وقت الحق اوصل للكلية يا ربي. بس ليش يتابعوني الكلية؟ جميل. هاي سوسو فعل لاصق اول شيء مهم. هاي لا هذا كونتور جميل جدا حبيت. لاني موت كلش حلو كلش حلو، والملمس حبيته جدا يتوزع بطريقة صحيحة. شوفوا هذه باودر كونتور، هذا الكونتور الدهني شكت حلو شكت حلو ملمسة. يا الله حبيته هذا البراند كلش، I love it. هذا مصحح طبعا ما الخافي عيوب. شنو اكو بعد هنا؟ انا شان راح افتح بتاكيد، انا كلش فاشلة بهالمواضيع ما بتاكيد. انا بتاكيد سوسو، بما انه صديقتي سوسو قاعد تشرح لي، يعني تدرون بيها مو خبيرة تجميل ولا خبيرة مكياج، بما انه هاي الايد ايد سروبة الحبيبة طبعا صارت زعلانة عليها، فاليوم جاية تسوي تحسين اخلاق. عم كنت زعلانة عليها، ليش تجين توصيني للكلية؟ احبس. ها تحبيني؟ نا حبس ناري دستي الله روح النوم. انا هذا يخفي الحبوب واثارها بالوجه، هذا كونتور دهني، هذا
ذي باودر باودر هذا كونتور باودر هذا لايتر لايتر وهذا لايتر وردي حبيته صوتي طبعا صوتي سامحوني تدرون بي يعني مسوي عملية بالأوتار الصوتية فيتأثر صوتي بس يعني شوية يتعب الحمد لله يعني يتعب صوتي بالشغل أحسن ما يتعب يعني بالقشبة خلينا نشم هاي العطر طيب لولا طيب حبيته خفيف هيك يعني مال فريش أكيد بينت بوقة مني هسه شكرا جلتر بيوتي شكرا جزيلا لكم شكرا لحبكم أتمنى لكم خير يعني ورزق وفير بإذن الله تعالى هذا مي ورد شكت حلو كلش أحب هاي السوالف كلش أحب أداري بشرتي Thank you. هذا البي بي كريم بي فيتامين سي حيخليه يشرحوا لي عنه لأنه ما أعرف شن تفاصيله هذا مكثف مال رموش وكان الله يحب المحسنين وصلني بوكس آخر منين منين بديت لي يحبوني آني لا خلا ولا عدم من محبة الناس يا ربي أحمدك وأشكرك إلهي على توفيقك على حب الناس هذا البوكس من أريدو كوزمتيك أريدو يعني أنا أحبكم أموت عليكم يعني شنو تدزولي هدية ليش تدزولي أنا أحبكم بلا ما تدزولي هدية الورداية أنا الجميلة صار كم عطر عندي صار إف سان لوران ثانك يو حبايب هنا شنو دازيلي رموش صراحة ساعديني والله يعني انت رهيب اوكي حبايب هاي الرموش الجميلة ايش قد حلوة يا سوسو كلش ناتشرال اريده بعد اريده الذوق تحية الاستاذ عصام واستاذ جهاد والمهرجان كان اكثر من رائع وطلالاتهم للجنن هاي شنو سوسو ارقان مجموعة الارقان الجميلة اي والله دادة شعري محتاج حبيت شكرا ماسك هاي عدسات زين انا عيوني ملونه هاي عدسات راح تبوقها تالي لو رشا اختي لو توتل او رشا عادي اي عدسات تجيني بوقوها زين انا عيوني ملونه ما البس عدسات جماله هديت انا ها شنو هاي الجوتشي فتحي سوزو فتحي افتح اوه واو حبيت شكراً